احنا مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي معكم، ورح ننتقل لمحطة اجتماعية من صباحنا لليوم. وكلنا بنعرف انه المرحلة العمرية الأولى من حياة الطفل بتكون الأطفال متعلقين كثير ومولعين بأهاليهم، وتحديدا إذا فينا نقول الأم، لكن الأمر طبيعي أكيد لأنه الأطفال بهي المرحلة بيكونوا بحاجة لرعاية واهتمام ومشاعر وأمان من أهاليهم. ولكن لما يبلشوا يكبروا شوي بالعمر الأمر بيصير كتير مزعج، بيصير الطفل اتكالي ما بيعتمد على حاله وما بيعرف يعمل شيء غير ما يرجع لأمه. فقديه مهم اليوم نركز على هذا الموضوع يا ليلى، نحن ما نعطيهم دائما كل هالتعليقات. تماما، يمكن هذا الموضوع بالسنين الاولى السنوات الاولى يمكن امر طبيعي تعلق الطفل بامه، لكن لما بيستمر لمرحله الشباب، ونحن كثير عم نشوفهم بواقعنا يعني بحياتنا، انه شباب وصبايا عم يكبروا حتى عم يتزوجوا ما عم يقدروا يعملوا اي شيء بدون مشوره الام، لانه هنن تعودوا على هذا الشيء. يمكن هذا الشيء سبب الام، يمكن احد الاسباب انه هي خوفها الزايد على طفلها، تعلقها هي فيه وتعلقه هو فيها بيخلي هذا الشيء وصل. لكن قديش له تاثيرات سلبيه من النواحي الاجتماعيه، ممكن يصير خجول، ممكن ما يقدر يواجه اي شيء بحياته، اي شيء بده يصير معه انه لا لازم امي تكون معي، انا ما فيني اعمل اي شيء. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع وعن اسباب هي الظاهرة وشو الحلول المقترحة مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو مريم حاج عثمان، الدكتورة مريم حاج عثمان استشارية أسرية وتطوير ذاتي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك. يعني دكتورة خلينا نكون واقعيين، كلنا لما كنا صغار كنا متعلقين بأهالينا، ولكن في أشخاص قدروا يطلعوا من هي الحالة يكونوا حياتهم استقلاليتهم ومستقبلهم، لا بنفس الوقت كمان في أشخاص ضلوا متعلقين. خلينا بداية نعرف المشاهدين نحن شو نقصد بتعلق الطفل بالأم، شو هو؟ تمام، هلا إذا بدنا نحكي من الجذور شو هي نظرية التعلق، هي نظرية طبيعية، يعني هو التعلق بالأم طبيعي لطفل ببلش من عمر السبعة أشهر، يعني قبل السبعة أشهر الطفل ما بيتعلق بأمه، ما بيعرف مين عم بيرعاه، ما بيعرف يميز بين الوجوه وبين الأشياء اللي موجودة بالبيئة اللي محيطة حواليه، ولكن بالسبعة أشهر بيصير بيتعلق وبيصير عنده علاقة طويلة المدى أو الأمد مع المربي، مو ضروري تكون الأم، ممكن ما يكون في عنده أم لا قدر الله، ولكن القائم على تربيته عنده علاقة طويلة معه لحتى يكون خلينا نقول من سبعة أشهر لسنتين ونص. هاي سنتين ونص لازم يكون في تعلق، هو تعلق طبيعي. يعني الأم لما بتيجي بتقلي ابني بيبكي وبيلزق برجلي، فأنا بقول له بعيد خلاص كذا، بجبره على الانفصال، بجبره أنه يبعد، لأني أنا عندي التزامات كأم، عندي شغل، عندي مهام بدي أنجزها، عندي غيره، أولاد غيره. فأنا هون كأم لازم أعرف انه هذا الطفل مارق بفتره طبيعيه من سبعة اشهر وطلوع للسنتين ونص بفتره التعلق بالام الزايده. طبعا في إلى انواع للتعلق، مثلا مثل عندنا صدمه ما بعد الولاده. عندنا صدمه ما بعد الولاده ما بتبلش من سبعة اشهر، بلش من اول ما بيخلق البيبي. فانا لما بصير عندي كطفل صدمه ما بعد الولاده، انا مشاعر، في عندي مشاعر جديده، الملامس، الحراره، كنت انا قاعد ببطن ماما مرتاح، الحراره منيحه، انا ما عم اخرج، ما عم بحس بالجوع، ما عم بحس بالبرد. فهذا لما صار في صدمه ما بعد الولاده، في اطفال بتترجم صدمة ما بعد الولادة للتعلق الشديد لدرجة أنه كل ما بتتركه الأم بضل بيبكي، مع أنه هي غيرت له طعمته وعملت له وكل أموره لازم تضل تماما، بتقلك هذا الولد عسر، لا هو ما له عسر ولكن متعلق عنده صدمة ما بعد الولادة. بالسبعة أشهر وطلوع بيصير عنده خلينا نقول بدماغه علميا ذاكرة اسمها ذاكرة التمييز. فأنا بصير بميز بين وش ماما وش جده وش بابا والوجوه كلياتها، فلما بتغيب الماما يا ويلي، فبصير بكاء شديد جدا، لانه انا الذاكره عندي بلشت تشتغل. ولكن هي الذاكره نحن بنقولها علميا انه لما بتبلش تشتغل عند الطفل من عمر 6 اشهر 7 اشهر لسنتين او 3 سنين تقريبا، فبيفكر انه الشغله اذا كانت موجوده وراحت فهي راحت للابد. فماما اذا راحت للغرفه الثانيه راحت للابد. هون هون دور المربي اني انا ما اخلي هذا الطفل ما اتركه ويتعلق فيني كتعلق مرضي، او اني لا انا اغصبه انه ينفصل عني. بالحالتين الضحيه فيها الطفل. يعني مثل ما تفضلتوا انه ممكن انا اكون كبيره ومحاجه لامي ومتعلقه فيها وما اخذ اي قرار غير مع استشاره الوالده، ما بيصير انا اخذ اي شيء وانا مستقله
ببيتي وزوجي واولادي، فغير لحتى الام هي اللي تعطي تعليماتها وارشاداتها، لانه نحن بنقلها هي الام الهليكوبتر اللي بتضل حايمه حوالينا الابنه حتى لو كبر، فهي بنظرها صغير. فبصير عندها انه انا اللي لازم اقول لك، انا لازم ارشدك، خايفه عليك، عندي حمايه مفرطه. العكس صحيح، لما بتكون بتقول له بدك تنفصل انفصال نفسي او عاطفي عني لحتى تعتمد على نفسك تستقل تصير لك شخصيتك، فهون كمان نفس الفكره بصير بيزيد التعلق بالام، لان الام صمام الامان عند الطفل، الطمانينه، السكينه، الحب. فانت وين تركتيني؟ فبصير بنلاقي كثير امهات يعني بتعنف احيانا اطفالها وبتلاقيه متعلق فيها. طب نحن عم نحكي عن الحالة الطبيعية دكتورة، إذا بدنا نروح وقت بيوصل فعلا التعلق إذا صح التعبير لحالة مرضية، إيمت بيوصل لهي الحالة؟ إيمت فينا نقول إنه هو فعلا هذا التعلق ما هو طبيعي؟ ما هو طبيعي لما بصير الطفل بعد الأربع خمس سنين وهو كأنه عمره ست شهور أو سنتين، إنه أنا ما بقدر انفصل عن الماما انفصال تام. وبرجع بقول المربي هو اللي عم بيخليني أعمل هذا الشيء، لأنه انفصاله كان انفصال شوي عنيف. يعني الأم أحيانا بتقلك خلص أنا بحطه بمسكه بحطه بالروضة وبهرب، مثل ما بيعملوا المسات كثير والاداره بتقول حطيه حطيه وروحي، انت هيك عم بتفجري صمام الامان اللي انت حاطتيه، بعدين حيفقد الثقه بعالم الكبار. فبتجي ام بعد المراهقه بتقول لي ابني ما عم بيقول لي شيء، ابني انا ما بعرف عنه شيء، دائما خنايق مع ابني. انت بعتي بطريقه انت اعطيتيه شيفرات وتواصل تفاعلتي معه بطريقه سلبيه، فكون كودات وشيفرات الدماغ انه ماما لا يوثق فيها، ماما تركتني، بس هو ما له قدران مسكين ما قدران يعبر له انه انا بحبك وماما، ولكن ما لي قدران انا فضفض لك مثل ما فضفض لرفيقي، مثل ما فضفض لصديق من اصدقائي. فالام بتضل بتقلي مراهقته صعبه، بلا انت لانك تعاملتي بفترات الطفوله بطريقه كثير صعبه وشوي عنيفه، انه لازم انت تقعد بالروضه مثلك مثل كل هالاولاد. لازم نفرق انه في اطفال لها قدرات وفي اطفال في فروق فرديه. في عندي اطفال حركين ومستكشفين وبيروح بيلعب بس يطلع بالماما انه هي موجوده بيرتاح وبيضل عم بيلعب. وفي أطفال حساسين عنده بنقول الحساس الحذر، هذا الطفل أنا ما بقدر أترك ماما. رح أقول له هذا الطفل طبيعي، ولكن محتاج شوية تدرج بأن أنا كيف أترك هذا الطفل مشان ما يصير عنده صدمة أو تعنيف، أو لا قدر الله يصير عنده أنه أنا دائما بلجأ للماما، دائما بدي ماما، ما عندي استقلالية بشخصيتي. فهون أنا بقول له درجي الموضوع، أعطيه بروتوكولات الوداع. نحن هي كثير بنقولها لأمهات، لما بتحطي ابنك عند حدا قبل ما تفوتيه على المدرسة درجي له الموضوع، حطيه عند سته، حطيه عند عمته مدة 10 دقائق، اللي بين ما بلش حطيه بغرفة ثانية ونادي له حاكي إنه أنا بختفي صح بس أنا ما اختفيت للأبد. هذا بالعمر سنتين ونص ثلاث سنين، طلع على الأربع سنين حطيه عند أبوه خليه يروح مشوار رجعيه، طبعا تعوديه لحاله إنه في شيء غير الماما، ماما مو محور الكون، في شيء بالحياة، أشخاص بالحياة غير الماما، بس مو فجأة. تماما، في منهم بيتبعوا هذا الأسلوب إنه الغياب فجأة، دي هذا الشيء غلط وأثر على الأطفال، هذا بيعمل له صدمة للطفل، هذا بس ما بيعرف يعبر عن مشاعره، الطفل ما بيعرف يعطيك الانطباع اللي تركتي له إياه. وخليني أقول دائما إنه أنا الانطباع أو المعاملة مع الطفل بفترة السن الست شهور أو أول سنتين بحياته، نحن بنعرف إنه الست سنين الأوائل هي فترة كتير حلوة للطفل وهي أهم سنين حياته لو صار عمره 90 سنة، ولكن فترة الثلاث سنين الأوائل هي فترات ذهبية إذا أنا عرفت استثمرها صح. يعني ثلاث سنين أنا لازم أعرف كيف تعامل مع هذا الطفل، لأنه بالكبر رح ياخد طريقة تعاملك معه للكبر. يعني أنت عودتيه على الاتكالية حيضل اتكالي، أنت تعودتيه تدريجيا على الاستقلالية رح يصير يتعامل مع الآخرين بنفس الطريقة. طيب خلينا نوضح اليوم دكتورة، شو هي الأسباب أو الظروف يلي ممكن تجبر اليوم الأطفال حتى يتعلقوا بأمهاتهم؟ في أسباب اليوم منطقية ممكن تكون أسباب مو معروفة، خلينا نعرف اليوم شو هو السبب الأساسي لهذا التعلق؟ السبب الأساسي إني أنا ذاكرة التمييز بلشت تشتغل عندي. إذا أنت عم تحكي على المرحلة الصغيرة ونطلع فيها، ذاكرة التمييز بلشت فعالة عندي. هون أنا بدي أقول للأم الطبيعي طبيعي إنه يتعلق فيك، تعاملي مع الموضوع بإيجابية. شو يعني؟ يعني أنا كل ما بكي بتقلي أم أحمله، إيه احملي، حتقلي انا مالي فاضيه. في كثير تمارين تدريبات لحتى انا ادرج هالذاكره التمييز عنده لحتى تصير بعدين مستقله. انا فيني انحمله
وفيني لا اذا انا بدي اتعاطى معه ما فيني، بدي فوت على المطبخ، بدي فوت اعمل انجازات. انا كمان عندي مهام كثير حلو انك تحطيه بالكرسي قدامك مثلا، كان بالمطبخ شوي بعيد بامان، او بالغرفه اللي عم تشتغلي فيها وضلي احكي معه او شاوري له او تطلعي فيه. انت هيك عم بتدرجي له انه ترى التواصل، لانه الطفل طفل مو بس بحاجه للرعايه، طعميني وشربيني ونايميني، عنده احتياجات نفسيه اللي هي الحب، التواصل، الاطمئنان، الامان، الملامسه اللي هي رائعه جدا وهي طريق استشفاء كثير كبير. أكيد. يعني بالملامسه كثير حلوه، القبل، هي كلياتها هي احتياج نفسي لهذا الطفل. فانا ممكن اقول له في ترى طرق جديده للتواصل او طرق اخرى للتواصل غير اني انا احملك، اني انا شاور لك، حاكيك، علي صوتي. فهو ممكن انا اروح على غرفه ثانيه وعلي صوتي، فهو حيدور وين ماما، فما راح يلاقيها. حيصير يربط انه صوت الماما موجود، معناتها هي موجوده، مو ضروري تكون الصوره موجوده. كثير مهم كمان نعمل تدريبات لهدول الاطفال كيف ممكن نخبي شيء ونظهره. يعني نحن بنعمل باللاوعي على فكره، هي انه خبيت وشي ولو بقوسي او نو نحن بنقول لها، فهي كثير حلوه للطفل لحتى يستوعب انه مو كل شيء بيختفي، يعني اختفى للابد ويصير عندي هلع وفزع انه تماما. فالفكره اني انا بلش تدريباتي بهدول المواضيع، بلش تدريبات مع الاب والعيله لحتى اقدر اوصل مع هذا الطفل يقدر ينفصل عني عاطفيا ونفسيا باطمئنان. طب اليوم نحن وقت بدنا نحكي عن الاساليب والطرق يمكن اللي تخفف من هذا الشيء، خلينا نقول وصل الطفل، ذكرتي من شوي مرحله الروضه اللي هي المرحله الاساسيه اللي ببلش الطفل ينفصل فيه عن امه، في حال كان في فعلا تعلق كثير مثل ما ذكرتي حضرتك. نعم. اليوم وصلنا لمرحلة الروضة أو لمرحلة الصف الأول، في منهم ما بيدخلوا روضة فورا على المدرسة، اليوم هذا الطفل فعلا متعلق بأمه، ذكرتي أنه لازم يتعود، لازم نحن نحطه بالروضة ليتعود. لكن صحيح. شو هي الطريقة الصحيحة اليوم؟ في أمهات العاطفة أحيانا بتسب، أو أنا مجربتها لهذا الشيء، يعني ابني فوته على الروضة هو يبكي معه، فأنا سحبته من الروضة أنه أنا ما بقى فيني خليك. هلا احيانا نحن بنقول نحن هذا الطفل لما بفوت على مجتمع شوي غريب عليه بنقول له فطام ثاني، يعني فطام عن صدر الام وحليب الام، نحن بنقول له هذا الفطام النفسي اني انا لازم هيئه. احيانا الام هي اللي بتتعلق بابنها مو الابن بيتعلق بامه، تمام. وهي اللي بتعمل له انعكاسات سلبيه، بتعوده على هذا الشيء تماما، انعكاسات سلبيه. فانت عودتيه انه لا يكون عنده خبرات، لا يكون عنده تجارب، خلص انا اعتمد عليه، بخاف عليك توقع، بخاف عليك تنجرح، بخاف عليك من فلان، بخاف عليك من انه حدا يحكي كلمه، فبصير بتعود انه ما ينطلق، ما يستقل. فبصير بعدين انه بده مين يحكي عن نيابه عنه. بس هي الحاله طبيعيه عند الامهات اول ما بده يروح ابنه على المدرسه او روضه، انه بس اول كم يوم انا كيف بدي ابعته على المدرسه، انا كيف بدي ابعته على الروضه، صغير مثل ما ذكرتي حدا صحيح. ضربه حدا اذى، يعني هي الفكره. هذا خوف طبيعي، ولكن الخوف اللي ما له طبيعي اني انا اسحبه من المدرسه لحتى انه وروح عليه فرص ذهبيه بالمهارات والخبرات. الفكره اني انا قبل ما فوته على المدرسه في خطوات، قبل ما فوته على المدرسه علمه كيف ينفصل عني عاطفيا لحتى يعرف كيف يتعامل مع الناس اللي مثلا ممكن تأذيه، او الناس اللي ممكن يتعامل معها الا لا، يعرف يقول لا انا هون بطمئن كأم، فانا عم دربه على هذا الموضوع. زائد انه انا لما بدي فوته على الروضه لازم يكون في شيء اسمه بروتوكولات الوداع، يعني يكون واضح، صريح، صادق، يعني انا ححطك هون ساعتين ورح ارجع. ودائما هدول الساعتين مجردين الوقت للطفل، بالنسبه للطفل كثير صعب. لازم تربطي عودتك بشيء مادي، يعني لما تخلص ساندويشتك انا راجعه، لما يصير العقرب الكبير الطويل مثلا على 12 على 11 انا راجعه، لما مثلا يؤذن الظهر مثلا تسمع الاداء انت تلاقي ماما. في صدق لازم يكون معك. تماما، لازم يكون واضح ومفهوم وصادق. فانا معناتها ماما اخذتني حطتني صح ورجعت اخذتني، فانا بتدرج بهذا الموضوع، فبصير بساعد المس بالمدرسة. بس كمان في شغلة كتير ضرورية نعرفها، إنه أنا لما بدي أفصل طفلي عني الانفصال النفسي والعاطفي، المفروض يكون عند الشخص اللي حاططه يكون لطيف، لأنه الطفل بهاي الفترة وخاصة الحساس هي أهم شغلة. إنه الصوت العالي بيخاف منه، الغضب بيخاف منه، فبصير بينفر من الروضة، بينفر من المدرسة. فالمفروض تكون المعلمة يعني لطيفة، تعاملها لطيف، صوتها يعني ما كل هالقد عالي. فكتير مهم نختار المدرسة الصح والمعلمة الصح. هيك بيقولوا مراحل الروضة هي أهم من قبل المدرسة لحتى يتعود الطفل ويكون فيها عناية
اكثر يعني للاعمار الصغيره. صحيح، وفي مراعاه لامور بتحدث مع الطفل، كل طفل عن طفل بيفرق. فانا كمس او كمعلمه المفروض تكون لطيفه، بشاشه الوجه هذا كثير مهم. طبعا برجع بقول لامهات اختاروا المدارس اللي بتكون لطفلكم امان، بتعمل له تفاعلات ايجابيه لحتى يحب الروضه. الاطفال كثير ما بتحب الروضه بسبب المعلمه، أكيد. هي اللي بتعمل لهم مشاكل. وخلينا كمان نكون واضحين، اليوم تعلق الاطفال بامهاتهم تحديدا مو دائما رح يكون سلبي، ممكن طبعاً. هو يكون لفئه من الاطفال ايجابي، واذا فينا نقول تحديدا الاطفال يلي بيعانوا من مشكله صحيه مرضيه مزمنه او اطفال ذوي الهمم، هدول الاطفال قديهم بحاجه اليوم لانه يتعلقوا اكثر باهاليهم تحديدا الام. هدول بالذات لازم ما يتعلقوا باهاليهم لانه في فتره من الفترات رح يستقلوا. فممكن انا اكون نحن عم نخلط بين الرعايه والتربيه. الرعايه اني يعني انا اعمل له اكله وشربه تمام، مأمنه تمام، اما التربيه اني انا خليه يستقل، خليه يخوض تجارب ومهارات. فذوي الهمم المفروض انه يكون شغلي معهم اكثر بالمهارات والخبرات لحتى يقدر يستقل. فلما بصير عندي تعلق، هو حيتعلق فيني وانا حتعلق فيه، فصار هذا رحنا على الجانب بس المرضي. في عمر معين لازم نفصل. العمر المعين هو 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين المفروض انه الطفل تدريجيا يقول لك انا بدي اروح العب، ولكن شايفك بطرف عينه انه انت موجوده. ممكن يكون عنده حساسيه معينه يطول لل5 سنين، ولكن بعد ال5 سنين المفروض اذا كان متدرج الموضوع ونحن اخذناه بايجابيه، المفروض يقول لك انا اوكي تعالي خديني انا ناطرك. صحيح. طب اذا بدنا نحكي عن العمر المناسب اليوم لدخول الطفل للروضه، في امهات الظروف بتجبرهم هم عم يشتغلوا خارج المنزل، فيمكن بعمر السنه او السنتين يمكن بيحطوه بالروضه، هل هذا الشيء صحيح؟ وشو هو العمر المناسب اليوم لوضع الطفل بالروضه؟ تمام، هلا هو العمر المناسب كانوا ايام زمان حطوه صف اول ودغري يطلع، تمام، وكان في هون الانفصال وكانت في مشاكل لانه في تعلق كثير. هلا تطور الحياه والام طلعت على الشغل، فصارت متطلبات الحياه من 3 سنين. هلا اللي عم بيصير انه لا، من 6 شهور عم بتحطه، بعد 6 شهور بتاخذ اجازه وبصير بتحطه بحضانه معينه. هلا انا بقول انه الافضل يكون مثلا صف عمر 4 سنين ونص 5 سنين وطلوع، ولكن احيانا تجبرني الظروف. تمام، اختاري المدرسه الصح، واذا ما قدرتي تعملي له انشطه بالبيت لا، الافضل انك تحطيه بروضه. يعني في امهات تقول لك انا ما بشتغل بس انا بدي ابني يخوض تجارب، ما عندي ناس، ما عندي اطفال. او مربيه تاني. احيانا بتكون ضمن المنزل او عند المربيه، ممكن تعتني فيه كمان. تماما، انا فيني لا، بده قرناء، بده مثله بنفس العمر لازم يكون في معه اطفال افضل اجتماعيه. فبتقلي انا حابه احطه بروضه، بلا لا تحطيه نهار كامل، حطيه 2 3 ساعات، زائد انه اذا انت ما قدرتي تعملي انشطه بالبيت انه انت تختاري له الروضه. اما اذا قدراني تعملي له انشطه، الافضل انه تخليه ل4 سنين ونص لحتى يشبع من الامان والاطمئنان والحب من الام، وبالاخير يفرغوا بالدائره الاكبر اللي هي الدائره الاجتماعيه. طيب، في حال كان في تعلق مرضي عند الاطفال اليوم بامهاتهم، كثير من الاهالي ممكن تستصعب تقول لك انه انا بدي اخذ طفلي لاخصائيه نفسيه او تربويه، قديش هذا الشيء غلط وقديه نحن لازم نلجا لهم في حال كان الطفل عنده تعلق مرضي، كرمال هذا الشيء يمكن ما ياثر على الطفل على شخصيته وعلى مستقبله، لا نحن نتدارك هذا الوضع من هو صغير. تمام، هلا اذا بدنا نقول تعلق مرضي من اي عمر بتقصدي؟ بتفرق، لانه اذا قالت لي انا مثلا ابني والله عنده من 3 سنين وتعلق مرضي فيني، انا بدي اقول لها ستوب، بس كيف تعاملتي معه؟ هل انفصلتي عنه بالغصب؟ حيرجع دائما الشغله، اذا انت بالغصب حترجع عليكي اضعاف مضاعفه بالسوق، او انت مثلا زياده عندك حنيه، زياده عندك حمايه زايده. ولكن انا فيني انا اقول للام اذا 3 سنين هو طبيعي يتعلق فيكي، اي ولكن تدريجيا. انا بقول لها روحي افحصي له الحديد، افحصي له الفيتامين د، حتقولي لي شو علاقه هذا بهذا؟ حقول لك اول شيء انه الفيتامين د والحديد هو بيعزز لي ذاكره التمييز عند الطفل، فهو اذا كانت موجود الحديد والفيتامين د بشكل متوازن، فهو حيميز وشي عن وش امه، عن وش اقرانه للثانيين. اما اذا ما كان ممكن يصير عنده ما يميز، فهو يصير يخاف من الفقدان، يخاف من انه وين راحت، وين ماما، وموجودة ماما. فالفكرة أني أنا أفحص له الحديد والفيتامين د، زائد أني أنا إذا كان أكبر أني أنا ألجأ لأخصائي. ممكن يكون الشغلة مني أنا كأم ماني عرفاني أتفاعل وأتكيف أنه ابني تركني لفترة 5 6 ساعات بالروضة أو بالمدرسة، فممكن الأخصائية تعطيها خطوات وإجراءات كيف ممكن ينفصل عنها بطريقة سليمة، وكمان الطفل يتفاعل مع أمه. ممكن برجع بقول لك تكون الأم هي السبب بهذا التعليم
التعلق المرضي. تماما، يمكن التعلق له مثل ما ذكرتي دكتورة له إيجابيات وله سلبيات، لكن السلبيات بتكون وقت التعلق بيستمر مثل ما ذكرتي، ما بيكون بعمره الصحيح، صاروا شباب وصبايا، تزوجوا واستقلوا، حتى أحيانا بيصير حالات انفصال أو طلاق من وراء القصة، أنه هو الشاب أو البنت أنه أنا ما فيني أعمل شيء لأخذ رأي أمي لأتصل بأمي. يعني هذا الناحية لما بنوصل فعلا لهون، كيف ممكن أنه يتخلصوا من هذا التعلق؟ ممكن يتخلصوا بهذا العمر منه؟ هلأ هو صعب. ليش؟ لأنه هو كون الصورة، التفاعل والمعاملات مع الآخرين بطريقة أمه، يعني أمه كيف تفاعلت معه، أنه دائما حماية زايدة، دائما هي مراعيته، فهو حيطلع اتكالي وبده مين يراعي، فحيتعب الزوجة كتير، وحيتعب المجتمع اللي عايش حوالي أصدقائه، دائما هو بده مين يتكلم عنه، دائما بده مين يقوم بمبادرة عنه، يعبر عن حاله من طريق آخر، من طريق شخص آخر. فنحن بنقول أنه صعب، ايه صعب اني انا سد هالثغرات، ولكن ما لها مستحيله ولكنها صعبه. مشان هيك بقول للامهات، حاجه تحوموا حوالين اولادكم مثل الهليكوبتر، يعني شويه تجارب، شويه استقلاليه، الطفل بيطلع متوازن على كل الاصعده ان شاء الله. اكيد كل حدا تابعنا يكون استفاد من معلومات حضرتك. بدنا نشكرك كثير الدكتوره مريم حاج عثمان، استشاريه اسريه وتطوير الذات. اهلا وسهلا فيك. وسهلا فيكم. اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا دكتوره والمعلومات اللي قدمتيها، واكيد دائما بنتمنى السلامه لكل الأمهات والأطفال، ودائما وجود أمهاتنا بحياتنا هو الدعم الأساسي لنا. شكرا لك.